Hello everyone, let's start it. هنبدأ بقى مع بعض يا شباب. هتكلم في البداية عن verb to be. Verb to be. Verb to be في present: am, is, are. ومعناها يكون am, is, are. عندي واحدة بس، ضمير واحد بياخد am اللي هو I، نقول I am. لكن عندي he، she، it والsingular noun الاسم المفرد بياخدوا is، we، you، they plural noun دول بياخدوا are. تعال نشوف الاختصارات عشان دي مهمة وهنتسأل فيها حالا. I am بنختصرها نقول أم. He is نختصرها نقول he is. She is نقول she is. It is نقول it's. اقفل المايك يا حبيبي لو سمحت. We are نقول where. You are your. They are there. خدنا بالنا من الاختصارات كويس. Is بنشيل ال I ونحط apostrophe. Are بنشيل ال A ونحط apostrophe. Am بنشيل ال A ونحط apostrophe. طيب تعال نشوف النفي. أنا لما أقول I'm happy وعايز أقول العكس بقى، يبقى حضرتك بتنفي بطريقتين. يا إما تقول I am not happy، أو لو هتعمل اختصار وده مهم أوي خد بالك منه، هتقول I'm not happy. I'm not happy دي لكن مفيش حاجة اسمها I amn't. اوعى تقول دي wrong. عايز اختصر في النفي اقول I'm not. اوكي ده بالنسبة ل I am. He is strong. He is strong هو قوي. طب انا عايز انفي الكلام ده، بص بنعمل ازاي. هنقول he is not strong. طب لو عايز اعمل اختصار وده مهم جدا اقول he isn't strong. اوكي نفس الكلام she is beautiful. هي جميلة. She's beautiful. طب أنا عايز أنفي الكلام ده هقول she is not beautiful. هي مش جميلة. والاختصار مهم قوي، أقول she isn't. Is not اختصارها إيه؟ Isn't. She isn't beautiful. She isn't beautiful. Are بقى لو قلت مثلاً We are hospitable يعني احنا مضيافين كرماء، اللي بيجي لنا الضيف اللي بيجي لنا بنكرمه. We are hospitable. طب انا عايز انفي الكلام ده هقول We are not hospitable. الاختصار بقى بتاع are not اسمه ايه؟ aren't. We aren't hospitable. يبقى أنا عندي am not. الاختصار بتاعها كده am not. طب is not الاختصارها isn't. Are not اختصارها aren't. يلا نحل عليها. تفضل يا رهف محمد. Good master. بص يا رهف هنا. I am sorry. أنا عايز أختصر I am يبقى أقول إيه؟ I am not sure. لا يا حبيبي انا عايز اختصر مش انفي.
ياه، قلنا اختصارها عامل ازاي؟ بشيل الاي وام I'm بص half ام gutted. دوري. اوكي يا عمار، الصفحة كام يا مس؟ يا عمار Yes, Mister. is not اختصارها ايه؟ Isn't. isn't. برافو، يبقى she isn't، وكمل الجملة she isn't here today. يا سيف they are in the garden، عايز اختصر they are. يا سيف اعمل ايه يا سيف؟ ثانية واحدة بس. they are اختصارها ايه يا حبيبي؟ قول يا مازن. زراري. يعني اعمل ايه؟ اشيل ايه واحط ايه؟ نشيل الأي ونحط الأسطر في مكانها. ايوه كده، برافو عليك. they، اشيل الاي دي واحط ابوستروفي ار، اختصارها كده. اي برافو. there in the garden. ياسين زايد it is not very warm، عايز اختصر is not. Is not. احنا لسه قايلين is not اختصارها ايه؟ Isn't. ايوه كده Isn't isn't. very. برافو، تبقى it isn't very warm. يا رنا he is، يا رنا اختصارها ايه؟ He isn't. لا ما بقولش النفي يا حبيبتي، بقول الاختصار بتاع هي از. هي از، اعمل ايه عشان اختصرها؟ نحط NC. قول يا لارا، Not. يا لارا هي از اختصارها ايه؟ هي زمان. يعني اعمل ايه؟ أشيل الآي وأحط أبوستروفي. ايوه كده، برافو عليكي، اشيل الاي واحط ابوستروفي، تبقى اسمها هيز، واقول هيز امريكان. يا يوسف ام نوت، يا ام نوت، عايز اختصرها. آمن. أم لا مفيش حاجه اسمها امنت، انا قلت دي بالذات ما تنفعش. في isn't ماشي، في aren't ماشي، لكن ما فيش امنت. أنا حاطها بعد الاي ابوستروف ام، بعدين ام. ايوه كده، ايوه كده، برافو، تقول I'm not very well. not very well. Good job. يا لما you are اختصرها ازاي يا لما؟ you are، يا لما نعم يا مستر. you are اختصرها ازاي؟ يور your، yes بشيل الاي واحط apostrophe re. أستراف أر you are very cold. يا ياسمين we are late، عايز اختصر we are. هنشيل إيه ونحط أبو استراف. برافو عليكي، هنشيل اي ونحط apostrophe، تبقى we're late. You're late. يا ملك هنا أنا تام مستر. از ار. يا ملك تامر، هتاخد ايه؟ ام. رهف ابراهيم هي هتاخد ام ولا از ولا ار يا رهوف؟ He is. برافو، هي از ا جود تيتشر. He is a good برافو teacher. يا ملك خالد، how space you m is r. Or. برافو، how are you. انس رامي she
She is she Is is she she coming? coming? برافو، هل هي جاية؟ Is she coming؟ يا جودي. They. They are. Are they at home? Yes, برافو. طيب بعد دول يوسف قال، ملك قالت، لارا. The book يا لارا، number 8. The book is here. برافو، the book is here. is علشان the book مفرد. ياسين قال، يا لما. The class يا لما Yes, مفرد. Mister. The class Magnete. am ولا is ولا are؟ يا Is. لما. The class is very big. الفصل كبير. The class is علشان مفرد. يا عمار. The box. The books are on are my on desk. my desk. برافو. يا سيف. My sister and I. يا سيف. نعم. My sister and I. هناخد am ولا is ولا are؟ حبيب قلبي، my sister and I يعني اختي وانا، نبقى مفرد ولا جمع؟ يبقى ناخد are. خلي بالك بقى من الخدعة دي، ساعات يقول لي ايه؟ انا عندي مثلا I happy وانا مغمض، هعرف ان I هتاخد مين؟ I am. am، يبقى اقول I am happy. خلي بالك من اللعبة بقى اللي هو بيلعبها عليا، يقول لي ايه؟ my brother I، اخويا وانا sad. طب هنا I، حد يفكر ان I على طول كده هيروح واخد am هنا، اروح قايل له لا يعني غلط، ده my brother and I دول احنا اتنين، نبقى جمع، يبقى my brother and I ايه؟ are. يبقى ناخد بالنا من التريك دي علشان ما يخدعنيش. يا جنى، it am is are يا جنى. is is حبيبة قلبي. أنس رامي، English very difficult. English is English very difficult. هل English صعب جدا؟ يبقى English عشان مفرد. رهف إبراهيم، I هتاخد am ولا is ولا are؟ am. برافو. am I right؟ هل أنا عندي حق؟ am I right؟ نقفل المايكات ونركز قوي 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 بقى. هشرح جزء جديد، كل الناس تقفل المايكات. بصوا حبايب قلبي، انا عندي فيرب يمتلك. يعني ايه يمتلك بالانجلش؟ لها معنيين، ممكن اقول هاف جات او هاز جات. طب لا يمتلك، haven't got أو hasn't got. يبقى يمتلك يعني إيه؟ have got أو has got. طب لا يمتلك، haven't got أو hasn't got. صحيحين معايا؟ طب مين بياخد have got ومين بياخد has got؟ نروح عاملين القلب الجميل ده كده ونحط جواه letter S، ونروح قايلين ايه بقى؟ he she it و singular noun، وبره القلب احط خمس I we you
they وبلورال ناون الجمع ونقول ايه؟ he she it والمفرد دول بيحبوا الاس. he she it والمفرد دول بيحبوا الاس. I we you they والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. كمان مرة، he she it والمفرد دول بيحبوا الاس. I we you they والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. يبقى معناها ايه اغنيتنا دي؟ معناها ان هي she it والسنجلر ناون المفرد قال ان دول بيحبوا الاس، يبقى ياخدوا اللي فيها الاس. has got و hasn't got، يبقى هي شي ات والمفرد اخدوا ايه؟ has got و hasn't got. طيب I we you they والجمع plural noun قلنا دول مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس، والمصدر اسمه have، يبقى ياخدوا have got و haven't got. طب يلا بينا بقى نقول انا امتلك سيارة، انا عندي عربية، يبقى اقول I've got a car. بس لما اجي انطق بص هقول ايه؟ have دي ما بتنطقش الاتش بتاعتها، فتقول I have got a car. I have got a car. حرف التي لما يجي قبله vowel وبعده vowel نقوله د د د، يبقى اقول I have got a car. ونختصر I have كده I have got a car. طب لو قلت نحن نمتلك سيارة يبقى we have got a car. طب الاختصار بتاعها عامل ازاي؟ We've got a car. We've got a car. طب عايز اقول هم يمتلكوا سيارة، They have got a car. يبقى نقول they have got a car. They have got a car. طب you انت تمتلك سيارة، you have got a car. يبقى نختصر كده نقول you have got a car. You have got a car. يبقى خلصنا have، نروح ل has. عايز اقول هو يمتلك سيارة، يبقى he has got a car. ونختصر ازاي؟ he is، بنشيل ال h a خالص، نقول he's got a car. He's got a car. He's got a car. طب she زي هي بالظبط، she has got a car. يبقى نقول she's got a car. She's got a car. طب it has، عايزين نقول عندها ديل، it has got a tail. نختصر ازاي كده؟ It's got a tail. It's got a tail. It's got a tail. يلا بينا بص كده في كتابنا. امسك element واعمل ال 12 دول. بالاختصار هي هتاخد has، يبقى نختصر كده she he's got. they هتاخد have، يبقى they've got. يلا اعملهم وريني كده، هسأل اديك 3 دقايق تخلص فيهم بسرعة.
بيجي كام يا مستر؟ بيجي كام يا مستر؟ مستر 66 6 66 اللي خلص دول يفكر في السؤال ده. مستر مستر نعم نمبر 8 بياخد ابوستروف في اي جوت ايوه، اي حاجه هاف، اي حاجه فيها هاف تبقى ابوستروفي في اي، اي حاجه فيها هاز تبقى ابوستروفي اس. مستر فكر في اللي بعده. نحل اللي تحت نعم نحل اللي نحل. تحت ابدأ في اللي تحت برضو، فكر فيها من غير انا ما اقول لك هي ايه كده. نخلص، برافو، يلا بينا بقى نحل كده، نمشي بالدور. اتفضلي يا جودي. يس مستر ايه يلا جودي، نمبر 1، نمبر 3، هاز ولا هاف؟ هاز، يبقى نقول هيز جات. اوكي، هيز جات فيري لونج هير، هو عنده شعر طويل. يا ملك تامر. ذي، they have got two houses. برافو، ذي هاف جات تو هاوسز، هم عندهم بيتين. يا يوسف اتس يور تيرن. بص، لما اقول لك اتس يور تيرن يعني ده دورك، انت عايز تقول ده دوري، يبقى تقول اتس ماي تيرن، اتس ماي تيرن. يوسف، ديفيد ياخد هاز ولا هاف؟ زي حبيبي ديفيد مفرد، هاز ولا هاف؟ يبقى ديفيدز جات، ديفيدز جات ا باد فوت. يس، ياسمين، وي هاف اور هاز؟ ابوستروف هاف يس، يبقى نقول we've got a lot of problems، عندنا مشاكل كتير. يا لارا، سارة، لارا، سارة تاخد هاز ولا هاز؟ هاز برافو، سارة's got a new car، سارة عندها عربية جديدة. يا لما، يس يا لما، مستر هاف اور هاز؟ هاف برافو، يبقى اقول I've got a terrible headache، انا عندي صداع جامد قوي. يا سيف، the dog have ولا has؟ يا مستر the dog مفرد يا سيف، ياخد have ولا has؟ هاز مفرد مفرد هاز has هو غير العاقل ايا كان، he she it والمفرد دول بيحبوا الاس، يبقى المفرد اهو بيحب الاس، نديله الاس. the dogs got a broken leg، الكلب عنده رجل مكسورة. the dog has got a broken leg. رهف محمد، Allison بنت مفرد، has ولا have؟ has برافو، يبقى Allison's got a very good job، أليسون حصلت على وظيفة جيدة. يا مازن، هي مازن has or have؟ has برافو حبيبي مازن، he's got a lot of friends، هو عنده صحاب كتير. يا رنا، جولي بنت، has got برافو، جولي مفرد، يبقى نقول جولي's got beautiful hair، عندها شعر جميل. يا لما، مستر نركز بقى في اللي جاية دي يا شباب،
ونكمل الدور. هنا بيقول look at the two pictures، بص على الصورتين. picture A، الصورة الأولى جيل is in a restaurant، البنوتة دي اسمها جيل وقاعدة في مطعم. picture B، الصورة الثانية her sister Jenny is in a restaurant، أختها جيني هي كمان في مطعم. بيقول the pictures are nearly the same، تقريبا الصورتين زي بعض بالظبط. but there are 10 differences، بس في 10 اختلافات. write sentences about the differences، هنستخدم هنكتب جمل عن الاختلافات دي using has got and hasn't got. بص بقى، بص الكلمات اللي عندي. كلمة napkin اللي هو المنديل بتاع السفرة ده napkin. menu اللي هي قائمة الطعام اللي بيبقى فيها الصنف والسعر. bag شنطة. coat بالطو. lighter ولاعة. watch ساعة. newspaper جريدة. ring خاتم. هنبص في الصورة بقى. مثلا هديك مثالين انا يعني. باج، لو بصينا على جيل في الصورة هنلاقي ما عندهاش باج، لكن جاني الكرسي وراه في ايه؟ باج. يبقى يلا نقول ان جيل ما عندهاش شنطة، يبقى نقول جيل hasn't got a bag. Jill hasn't got a bag، ما عندها الشنطة، لكن أختها جاني عندها، يبقى جاني's got a bag. جاني's got a bag. لو بصينا في picture A هنلاقي إن جيل عندها بالطو لكن جاني ما عندهاش، يبقى نقول Jill's got a coat، عندها بالطو لكن جاني hasn't got a coat. وانت هتعمل الباقيين في الهوم وورك. دور بقى على نابكن المنديل بتاع السفرة. منيو قائمة الطعام. لايدر واتش. نيوز بيبر رينج. اتفقنا؟ ده في الهوم ورك بتاعك. نفس الكلام هنا، بص هنا على الكلمات دي عشان تعرفها. swimming costume، swimming costume اللي هو لبس السباحة. umbrella الشمسية. umbrella. okay. travel clock ساعة. كاميرا، ما بقولش كاميرا، الانجليش اسمها كاميرا. كاميرا. فرنش فريز بوك. باسبورت. ادريس بوك. تيكت. فرنش فرانكس، فلوس يعني، فرانكات فرنسية. سان جلاسز، النظارة. ايه الحاجات دي؟ تعال نشوف، هنسأل على الحاجات دي. بص كده ركز عشان تعمل ايه في الهوم ورك. بص يا جودي، بص يا صاحبي، انا هشرح لك قبل ما نحل. question السؤال، انا عايز اقول هل تمتلك، يبقى have you got. عايز اقول لواحد هل انت عندك اخوات، have you هل عندك اخ، اقول له have you got a brother. have you got a brother، لو عنده فعلا هيقول لي yes I have. هيقول ايه؟ yes I have، ايوه عندي. طب ما عندهوش هيقول لي no I haven't. عايز اقول لكم كلكم بقى، have you got an English class، هل عندكم حصة English؟ Have you got an English class؟ هتقولوا yes we have، أيوة عندنا.
او نو وي هافنت، لا ما عندناش. يبقى هاف يو، يس اي هاف او نو اي هافنت، يس وي هاف او نو وي هافنت. طب تعال نشوف، هل هم have they got a house؟ هل هم عندهم بيت؟ have they got a house؟ بص سهلة ازاي، تروح عامل ايه، yes وكروس كده، yes they have او no they haven't. طب لو عايزين نقول بقى بهاز، بص كده، has he got a job، has he got a job، هل هو عنده وظيفة، زي ما اتفقنا نقول yes ونعمل cross كده لأول اتنين، yes he has، أو لو ما عندهوش نقول no he hasn't. طب عايزين نسأل على البنت، عايزين نقول هل عندها فستان، has she got a dress، has she got a dress، نجاوب ازاي، yes وكروس، يبقى yes. yes she has أو no she hasn't. بنسأل على animal، حيوان، بنقول هل عنده ديل، has it got a tail، has it got a tail، نجاوب كده نقول yes it has، أيوة عنده. ما عندهوش ديل نقول no it hasn't. ده شرح السؤال يا شباب، يلا بينا نحل بقى هنا. يا ياسمين، وي يا ياسمين، هقول هاف وي ولا هاز وي؟ هاف ادي هاف، طب هاف وي ايه؟ جوت. برافو. Have we got the tickets؟ هل احنا جبنا التذاكر؟ يبقى yes we have. أحلى ياسمين في الدنيا. يا أنس رامي، the town، المدينة مفرد ولا جمع دي يا أنوس؟ مفرد. تاخد has ولا have؟ has يبقى نقول has the got town has إيه؟ the town got. برافو. تفضل. The town got a theater. No, it hasn't. Hasn't. أحلى أنوس حبيب قلبي. يا عمار. Yes, Mr. هي يا عمار نديها has ولا have؟ Have. يبقى نقول has. Have. ها. Got. Got. Has he got a job؟ هل عنده وظيفة؟ No, he. No, he hasn't. برافو. حبيبي عمار. No, he hasn't. يلا يا لارا. Your friends. مفرد ولا جمع؟ Your friend has. Have علشان هم جمع. Have your friends got some got good music؟ some good music؟ Yes, they have. برافو لارا. يا مازن. اه يا مازن، have ولا has؟ have ولا have مش سامع. have Have I eh? got have I got time for a cup of coffee؟ هل أنا عندي وقت أشرب فيه فنجان قهوة؟ Yes, you have. have. Thank you, Mazen.
يا لين. ايه يور لين. انت حليها ازاي؟ مين حليها لين يا دلوقتي جماعة؟ ونشوفها. يس مستر. يلا يا لين. صان يعني ابن مفرد ياخد هاف ولا هاز؟ ها يبقى نقول هاز يور سان. كملي. got Yes, has your son got a cold? هل ابنك عنده برد؟ Yes, he yes he have has. برافو لين. ياسين زايد. They. they he حبيبي have ولا has؟ have Have they a have they كمل يا سيف. Have they a يا سيف؟ they what برافو. Have they got a garden؟ هل هم عندهم حديقة؟ No, they hasn't haven't يا سيف. haven't. انت haven't سألت بهاف يبقى لازم نقول have أو haven't. ملك خالد. نعم مستر. يو يا ملوكة تاخد have ولا has؟ Have you a got have you got a good hotel room؟ هل انت حصلت على اوضه حلوه في الفندق؟ هل انتو؟ يبقى yes we a hey. have. برافو لوكا. سهله يا جماعه ولا مش سهله؟ يبقى لما نقول سهله قوي نقول ايه؟ easy peasy lemon. اوكي يلا بينا. نروح يا سيدي من 64 ل 75 لسه عندنا شوية شرح كمان. اصحى وصحصح معايا كده عشان هناخد حاجة مهمة أوي. ثانية واحدة هجيب كوباية مية بس عشان أبدأ معاكم الجزء الجديد. يلا يا أصدقائي، يلا بينا يا أصدقائي. مستر نعمين. في الهومورك يا مستر بيقول رينج رينج اللي هو الجرس. رينج الجرس. صح، هنا يقصد جرس مش كاتم. اوكي. يعني يلا أيام بينا يا شبابنا. بسم الله. هنشرح present simple. present simple نفس القلب اللي فيه letter S. he she it والمفرد دول بيحبوا ال S. I, we, you, they والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. طيب يا سيدي، يبقى انا عندي he, she, it والمفرد singular noun. I, we, you, they وplural noun. أهو he she it والمفرد I we you they والجمع. احنا قلنا he she it والمفرد لو خدنا verb زي work يعمل تبقى اسمها مع he she it والمفرد works، لكن مع I we you they والجمع دول مش بيحبوا الاس بيحبوا المصدر بس. يبقى هنا اقول he works she works it works، هنا اقول I work we work you work they work. تمام؟ طيب
تعال نشوف كده، يلعب يعني play أو plays، يذاكر يعني study أو studies، watch يشاهد أو watches. يلا نعمل نيجاتيف بقى، لو كانت الجملة فيها الفعل في المصدر play وعايز أعمل له نيجاتيف نفي، يبقى هقول don't play. طب لو كانت plays يبقى نقول doesn't play، doesn't play. طب study يبقى النيجاتيف ايه؟ don't study. لكن لو studies تبقى doesn't study. طب watch النيجاتيف يبقى don't watch. طيب watches تبقى doesn't watch. يبقى احنا عرفنا نعمل نيجاتيف لو الفعل في المصدر بنفيه بdon't والمصدر، لكن لو الفعل اخره s بننفيه بdoesn't والمصدر برضه، لان في قاعده على طول بتقول ان انا لو عندي do او does او did don't او doesn't او didn't، لو شفت اي واحده من دول لازم الفعل يبقى في الانفينيتيف فورم في صيغه المصدر، do does did don't doesn't didn't، فعل في المصدر. احنا قلنا يا شباب احنا بنضيف للفعل s او es او ies، امتى تضيف للفعل es؟ ناخد بالنا اهو دبل اس اس سي دبل اس او اكس، هنا عندي مين؟ دبل اس اس اتش سي اتش او اكس، واضح هنا يا شباب؟ تعال بقى ناخد مثال لكل واحده فيهم دول علشان نشوف امتى بنضيف اي اس للفيرب. بص يا صديقي، الفعل ده اسمه cross يعني يعبر، cross the road يعبر الطريق، wash يغسل، watch يشاهد، go يذهب، fix يصلح زي fix the car يصلح العربية. لو جالي هي شي ات او مفرد يبقى لازم هضيف اس، بس اللي اخره دبل اس اضيف له اي اس تبقى crosses، اللي اخره اس اتش يبقى هنا washes watches goes fixes. يبقى انا هنا الافعال دي بحط لها ايه في الاخر يا شباب؟ اي اس، crosses washes watches goes fixes. طب يلا نعمل نفي، مين ينفي لي الفعل ده crosses؟ اقول في النفي ايه؟ ها مين شاطر؟ انا لسه قايل الفعل اللي اخره اس بنفيه ازاي؟ don't crosses. لا غلط، doesn't play عشان ده في المصدر، لكن اللي اخره اس اقول doesn't play، يبقى crosses النفي بتاعها اسمه ايه؟ doesn't cross. طب washes doesn't wash. طب watches doesn't watch. لا doesn't watch بعد don't او doesn't لازم مصدر، اوعى تقول don't watches دي ابدا. goes تبقى doesn't go. fixes تبقى doesn't fix. يبقى عرفت امتى بضيف للفعل اي اس وعرفت النفي كمان. طب امتى بضيف للفعل اي اس؟
لو كان الفعل اخره واي بس بشرط لازم اللي قبل الواي يكون كونسوننت. زي ايه يعني يا مستر؟ اهو يا سيدي الفيرب ده يعني يحمل، كاري ذا باج، يحمل الشنطه، cry يبكي، study يذاكر او يدرس، try يحاول او يجرب، play stay. يلا نشوف بقى نعمل ايه دلوقتي. الفعل اخر واي نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي. نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي. مستر نعم بلاي قبل الواي حرف. برافو عليك، اكسلنت، هنقولها في الاخر. برافو، ملاحظة جميلة. كاري نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي اس تبقى كاريز. كراي نعمل ايه؟ شيل الواي حط اي اي نبدلها بحرف الاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. ستدي ستديز. تراي ترايز. لكن الشاطرين خدوا بالهم وقال لك ايه؟ قال لي بلاي قبل الواي فاول متحرك، دبل ستاي قبل الواي متحرك. يبقى هنا ما اشيلش الواي، اخليها زي ما هي واحط الاس، اخليها زي ما هي واحط الاس. بلاي تبقى بلايز، ستاي تبقى ستايز. طيب انا عايز اعمل نفي للناحيه دي وعايز اعمل نفي للناحيه دي. كاري يبقى النفي ايه؟ don't كاري. don't طب لو كاري تبقى دازن كاري. كراي يبقى النيجاتيف ايه؟ don't cry doesn't cry. بص ما تنطقش التي بتاعت النفي، قول doesn't cry doesn't cry مش doesn't cry. Study تقول don't study. Don't study. هنا studies يبقى doesn't study. Don't try. Play. Plays doesn't play. قلنا ما نقولش doesn't play. Doesn't play. Play. Stay. Don't stay. لما نيجي نسأل بقى، نسأل بدو you do you help the poor؟ هل انت بتساعد الفقراء؟ اجاوب اقول yes I do او no I don't. طب لو كانت you يعني انتم كلكم بقول لكم do you help the poor يبقى تقولوا yes we do او no we don't. يبقى دي الاجابة على do you. طب لو كانت do they، هل هم do they study hard، هل هم بيذاكروا بجد؟ يبقى اجاوب ازاي؟ اقول yes واعمل cross yes they do او no they don't. نشوف does بقى. does he ونقول does he play the piano؟ هل هو بيعزف على البيانو؟ does he play the piano؟ نجاوب ازاي؟ yes we cross yes he does او no he doesn't. طب لو غيرناه وخليناها بدل does he نقولها does she
Does she play the piano? يبقى yes she does أو no she doesn't. she doesn't. Okay. طب لو كان does it هنقول على القطة does it have a tail? Does it have a tail? هل عندها ديل؟ Yes. Yes, it does. Does. No, it doesn't. No, it doesn't. Doesn't. Okay. ده السؤال. لما يكون السؤال بدأ بأداة استفهام، لما أقول لك What do you eat? أنت بتاكل إيه؟ I What does he eat؟ هو بياكل ايه؟ بص يا صديقي، you تنزل I، do لما تروح للفعل هتخليه زي ما هو ينزل eat، يبقى I eat pizza مثلا، لكن هنا هجاوب به. does لما تروح ل eat هتديها الاس تبقى he eats، he eats pizza. يلا نحل. بس لما اقول لك ان البريزنت سيمبل ده من اول استخداماته حاجه اسمها هابتس، العادات، يعني بقول في حاجه كده انا متعود اعملها. طيب عشان كده كلمه every، كل، لما اقول every day يعني كل يوم، every week كل اسبوع، every month كل شهر، every year كل سنة، كلمة دي بتدل على present simple المضارع البسيط. طيب مين كمان بيدل على present simple؟ حاجة اسمها ظروف التكرار اللي هم always usually often sometimes occasionally never. دي اسمها ظروف التكرار، always usually often sometimes occasionally never. دول بيعملوا ايه ظروف التكرار دول؟ بيعرفوني الفعل اللي انا بعمله ده بعمله كام مره. يعني مثلا لو حد بيسالني انت بتروح المدرسه كام مره، فهقول له انا دايما بروح المدرسه كل يوم، يبقى هقول I always go to school. طب لو انا بغيب يوم يبقى I usually go to school. طب لو انا بغيب يومين I often go to school. بغيب ثلاثة يبقى I sometimes go to school. بغيب خمس أيام I occasionally go to school. ما بروحش خالص I never go to school. يبقى ظروف التكرار دي بتعرفني الفعل اللي أنا بعمله بكرره كام مرة، دايما ولا عادة ولا غالبا كده. يعني عشان نعرف لما يجي لنا اي حاجه من دول هنعرف ان الفعل في المضارع البسيط ما بيقولش ان انت بتعمل حاجه دلوقتي. يعني انت لما تقول I always play the piano هنا ده معناه ان انا دايما بعزف على البيانو، يعني انا متعود دايما اعزف على البيانو، لكن مش بعزف عليه دلوقتي، لان انا لو بعزف عليه دلوقتي هقول I'm playing the piano. ده اسمه present continuous مضارع مستمر. طيب لما اقول he usually plays the piano يعني هو متعود عادة يعزف على البيانو، مش دلوقتي خالص لا، لكن لو هقول دلوقتي هو بيعزف على البيانو هقول he is playing the piano،
يبقى انت لازم تعرف ان المضارع البسيط البريزنت سيمبل اللي احنا بنشرحه ده معناه ان انت متعود تعمل الحاجه مش بتعملها دلوقتي. خلي بالك بقى هنا هتركز على الفاعل قوي. ليه؟ children مثلا دول جمع I we you they والجمع عايزين مصدر يبقى ask زي ما هي. I بتخلي الفعل في المصدر زي ما هو. You يبقى هتخليها زي ما هي. You always forget my birthday. انت دايما بتنسى عيد ميلادي. She he she it والمفرد دول بيحبوا ال S يبقى she never listens. يبقى في الهوم ورك انت هتكمل they usually drink. I we you they والجمع يبقى الفعل هيفضل زي ما هو. لو هي شيء مفرد يبقى الفعل هيتضاف له اس او اي اس او اي اي اس. نفس الكلام هنا she goes birds fly she studies. خلي بالك بقى studies لما هتيجي تحطها هنا بعد she هتشيل الواي تحط مكانها اي اي اس. my father watches اللي اخرها سي اتش بحط لها اي اس. I يبقى الفعل هيفضل زي ما هو I cry. دول هوم ورك كلهم. بص هنا بيعمل ايه عشان تعرف هتشتغل ازاي في الهوم مستر بيتش 69 كلها هوم ورك. ايوه امال انا بقول ايه بس؟ اوكي وبلاش نقول 60 ها نقول 60 60 61 62 63 64 65 67 68 69. مفيش حاجة اسمها 60 نقول 60 60 I usually وعايز يبدلها بشي يبقى هتشيل I ونحط شي. شي يوجوالي شي مش زي اي. شي بتخلي الفعل ياخد اس يبقى شي يوجوالي بايس. وكمل هنا اي هنشيلها ونحط شي يبقى شي الفعل اللي بعدها عايز اس بس ده اخره سي اتش يبقى شي تيتشز هيستوري اند لاتين. هي واكس هنكملهم في الهومورك بنفس الطريقه و69 بعدها 70 هنا عايزك تسأل بدو أو داز وتجاوب. يعني هنا I هتاخد do تبقى do I speak Italian well? Yes you do. هنا do you drive to work? No I don't. Do they work hard? Yes they do. Alan مفرد يبقى does Alan smoke? هل Alan بيدخن؟ No he doesn't. لو سألت بدو هيبقى فيه هنا do أو don't. لو سألت بداز يبقى هنا داز أو دازنت. هتكمل دول في الهوم ورك. تسأل بدو أو داز وتجاوب. هنا عايزك تعمل سؤال يا نجم. بيقول لك شي سبيكس انجلش ويل. طب أنا أعمل السؤال إزاي هنا يا مستر؟ بص يا حبي أسهل طريقة. لو لقيت الفعل فيه أس اسأل بداز. شي بس شيل منه الأس هنا بقى. Does she speak English well? برضو هنا it rains يبقى نسأل بداز لأن الفعل فيه S ونشيلها منه في السؤال. Does it rain a lot here in winter? هنا بيقول you drink طالما you يبقى أسأل بدو يبقى do you drink a lot of tea? I eat too much الفعل في المصدر يبقى نسأل بدو. You I بتتحول ل you. Do you eat too much? Plays يبقى هنا نسأل بداز تقول does Tony play وتكمل. يبقى عرفت هنا هعمل السؤال بدو does ازاي؟ لو الفعل في اس هسأل بداز لو الفعل في المصدر هسأل بايه؟ do. نفس الكلام هنا عايزك تعمل سؤال برضه
بس هنا أداة الاستفهام، هنجيب بعدها دو أو داز. وير وهي، يبقى وير دو ولا وير داز؟ وير داز هي ليف؟ هنا وات ميوزك، عايز بعدها دو أو داز. يور هاسبند مفرد يعني زوجك، المفرد ياخد داز. What music does your husband like؟ ايه الموسيقى، ايه الموسيقى اللي زوجك بيحبها؟ When عايز do او does، she تاخد does، يبقى when does she do her homework؟ والباقيين homework. Why do we، who does she، how do you، how do I، homework. هنا عايزك تنفي بقى يا باشا، طالما الفعل فيه اس يبقى هنفيه ب doesn't. It doesn't usually snow. نرجع بقى الفعل للمصدر، الفعل لو كان في المصدر يبقى هنفي ب don't، يبقى I don't like، واكمل الفعل فيه اس يبقى هنفي ب doesn't. The film doesn't start، وتكمل. Swims يبقى doesn't swim. Open يبقى don't open، زي ما علمتك لو الفعل اخره اس تنفي ب doesn't، لو الفعل في المصدر تنفي ب don't. هنقف هنا عند page 73، دي اخر حاجه، وهناخد الريدنج page 32. هات صفحه 32، 32 ركز معايا بقى. The man had a fan. The man had. The man had a fan. A man in a can. The man had a fan. A man in a can. The man had a fan. A man in a can. He had. He had a fan in a. He had a fan in a van. هي، بص بشيل الاتش واحط ياكد، هي ذا بان ان ا بان. دانت، دانت ا بلان، دانت ا بلان. لازم تمسك قلمك وتشيل الحاجات دي عشان تقرا زيي اهو. ذا مان ا ذا فان، ا مان ان ا بان، ا مان ان ا كان. هي ذا بان ان ا بان، دانت ا بلان. Then ran، نقول ran كده. Then ran، لازم اعمل بقي كده. Then ran to the van. He had to burn the tan. He had to burn the tan. The man had. The man had. Oh. The man had more fan than Dan. The lifespan of a fly is short.